نزح ملايين السوريين بسبب الأزمات السورية المستمرة وأصبحوا لاجئين. محمد فارس كان أول رائد فضاء سوري، لكنه أصبح الآن مثل سائر اللاجئين السوريين البعيدين عن منازلهم. يعيش محمد فارس في اسطنبول الآن ويبلغ 65 عاما ويدرس مادة العلوم في المدرسة يومين كل أسبوع لتبادل خبرته في الفضاء مع الأطفال. ولد فارس في حلب، وفي عام 1987 حيث بلغ 36 عاما من عمره وصل إلى المحطة الفضائية مير على متن مركبة الفضاء السوفيتية، وأصبح أول سوري يصل إلى الفضاء. بكل تأكيد الأبعاد الإنسانية تتوسع عند الإنسان حينما يرى الأرض صغيرة جدا، وكما قلت الأبعاد الإنسانية ومحبة الإنسانية في قلبه تكبر. فاز فارس بوسام الزهرة للاتحاد السوفيتي السابق بسبب خبرته في الفضاء، وبعد عودته إلى الأرض أصبح بطلا وطنيا في سوريا، وقد حصل على العديد من الجوائز. قال فارس إنه ليس فخورا بهذه الجوائز، بل هو مسرور لأن إنجازاته جلبت فخرا وسعادة للشعب السوري. وقد أحضر أسامة الزهرة معه إلى تركيا الآن. ولكن في المطلق أنا كنت سعيد ومسرور لأن أهلي في وطني في سوريا والشعب السوري كانوا سعداء ومسرورين، ولذلك من هذا المنطلق أنا كنت مسرور، ليس لأن سميت شوارع باسمي أو مدارس إلى آخره، أنا مسرور لأنني أنجزت شيء مفرح للشعب السوري. غادر فارس بلاده مع عائلته في عام 2012 بسبب خلافه مع الحكومة، وعلى الرغم من أنه لا يعيش مثل الكثير من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر، لكن ذلك لا يمنعه من الشعور بوجع اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات ويتم تهريبهم عبر البحر. وقال فارس إن سوريا دولة لها حضارة تعود لآلاف السنين، وإن السوريين يحبون بلادهم، لكن الأزمة أجبرتهم على ترك بلادهم. تحت هذا الدمار العشوائي هاجر أكثر من 10 مليون سوري إلى خارج سوريا، بمصر، بالأردن، بتركيا، بدول كثيرة من العالم. بالإضافة إلى تبادل خبراته الفضائية مع الطلاب، يظهر فارس دائما في وسائل الإعلام ويحضر المؤتمرات الدولية لتعريف المجتمع الدولي بمعاناة الشعب السوري ومساعدة السوريين للعودة إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن. سليما، معافى، تعمه الحرية والسلام، وأمنيتي أن أرى أطفال بلدي يحلمون بمستقبل جيد بدون أي قمع وبدون أي قهر.